وليد البكراكي الناخب الوطني يوم أمس إذن يكشف عن لائحة المنتخب المغربي استعدادا للمباريات المقبلة. تغييرات كثيرة ومهمة في هذا اللائحة، سقوط أسماء بارزة أبرزها العميد رومان سايس الذي يغيب عن المنتخب المغربي في هذه اللائحة، وتسعة لاعبين اللي كانوا في تشكيلة المنتخب المغربي ولائحة المنتخب المغربي اللي خاضت كأس أمم إفريقيا واللي حتى خاضت كأس العالم، إلى جانب بوفال وحريت والزلزولي وأملاح ونصير المزراوي. بعض اللاعبين هما مصابين بحال المزراوي الصباري بوفال، هادو مصابين، لكن المدرب ما عيطش رومان سايس، أمين حارث، عبد الحميد المدافع، أملاح زلزولي وتيسو داليل، هادو كلهم غابوا عن اللائحة. لائحة عرفت حضور أسماء جديدة أبرزها لاعب نادي ريال مدريد إبراهيم دياز اللي اختار رسميا تمثيل المغرب عوض إسبانيا، والمتألق في الدوري الإماراتي والتشامبيونز ليج الآسيوية سفيان رحيمي اللي قاد فريق يقول نصف النهائي تشامبيونز ليج مع ناديه العين الإماراتي على حساب النصر السعودي ورونالدو في المسابقة. معنا صلاح الدين النابغة للتعليق على اختيارات المدرب وهذه اللائحة الأولية استعدادا للمباراة المقبلة. سي صلاح الدين النابغة صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدة فهمه. صباح كريم وصباح الخير جميع المستمعين. رمضان كريم، بصحة وسلامة. كنتي معايا قبل أسابيع في برنامج نقاش بوليميك على القناة الفضائية شادة تيفي، وحينها تطرح السؤال شنو غادي يعمل وليد البكراكي من بعد الإخفاق في كأس أمم إفريقيا، شنو هي التغييرات اللي غادي تجرى. كان تغيير أول بتغيير الطاقم التقني والاستغناء على غريب أمزين من الطاقم، واليوم في لائحة المنتخب المغربي اللي عرفت مجموعة من تغييرات يا إما بسبب الإصابة ولا اختيارات المدرب. كيفاش كتشوف هاد اللائحة والاختيارات الجديدة لوليد البكراكي؟ هو لا عقلت يا كريم آخر مرة فاش كنا دونك هضرنا على أن ديك النكسة اللي وقعت في كأس إفريقيا جات من واحد الأخطاء اللي دارها وليد البكراكي، منها علاقات محاباة مع بعض اللاعبين، منها الثقة الزايدة في النفس والأخطاء ديال التواصل. وقلنا أن نتمنى يكون واحد الذكاء منه في التعامل مع هاد الأشياء وياخذ بعض المعطيات، ولكن دابا ملي كتشوف زعما لا رياكسيون اللي دار، قلنا اولا انه خصو يحافظ على الطاقم ديالو باش ما تسماش انك حملتي المسؤوليه، لان القراءه بحال غريب امزين هو اللي كان السبب ديال الخطا هذا، وانا ما كنظنش ان غريب امزين. وقلنا حتى بالنسبه لمسار المدرب في المستقبل، يعني خاص تكون ديك الحمايه للطاقم اللي كان معاك، يعني كيف ما كان كيقول هو يعني يونيكيب نلحو كاملين ونخسرو كاملين، وبانت ان القضيه ما كايناش. النقطه الثانيه هو أن قلنا صافي كنا اتفقنا على سايس لأنه ما بقاش رجل المرحلة، ولكن قلنا أن ما خصش يكون خروج باب الضيق، كنتفكروا أن بن عطية وجيناسون هذا نفس الإشكال، وهذا كيخلق لنا مشكلة الارتباط بالجيناسون القدام. كتشوف دابا بن عطية سكيل فيها مقصي مثلا، يعني دور مثلا اللي كنا قلنا ديك المرة أن 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 البكراكي خصو يكون عنده أون فاس فيغور، يعني ما يكونش رئيس الجامعة وكاين البكراكي اونتخو ما كاين والو، خاص يكون ان فيغور اللي كبيرة. ودابا كنشوف أن بن عطية في مدينة اللي صعيبة، مارسيليا من المدن اللي صعيبة، وها هو داير واحد الطو ديالو، خرجنا حتى من الباب الضيق. دابا رومان سايس من غير إلا كان شي أنهم غيخرجوه دابا وعاود رجعوه، يعني ممكن رومان سايس ما يكونش، ولكن ماشي بهذه الطريقة تحفظ ليه الكرامة ديال الخروج العميد. الطريقة هذه كتأكد واحد الممارسة كاينة في المنتخبات الوطنية، وأننا كنكرو الخير، وحنا واخا قلنا أن سايس ما كانش، خصوصا أنه لاعب عنده خبرة ممكن يكون في اللائحة وما يشاركش مثلا في الماتش، ممكن يبقى احتياطي يبقى في المعسكر التدريبي يستافد منه. كتجي كتشوف المنطق، قلنا كيقول لك أن الإشكالية أنه كيجيب شي لاعبين وأنت ما فاهمش. نرجعوا لأوناحي مثلا، أوناحي ما كيلعبش دابا، آخر ماتش ما دخلش كاع أوناحي، ألوغ كو حارث هو نجم مارسيليا، هز الفرقة على كتفو وغادي كيطلعوا دابا راه كيدقوا على أبواب ديال كأس الاتحاد الأوروبي ويقدروا يمشيو حتى للتشامبيونز ليغ. اللاعب اللي متألق، يعني كنشوف أنه غير مباراة يكون حارث، ما يكونش حارث وأوناحي يكون، ويكون الخنوس مثلا، الخنوس باقي شاب ما تبت شي حاجة مثلا كلاعب اللي بقى ديما حاضر في اللائحة، واخا ماشي ضد الخنوس، يعني أنه كلاعب إذا كانوا مثلا ما بقاوش البلايص غتجيب، لأن تحت ما غيناقش أنه يعني خلينا نقول سي صلاح الدين النابغة،
نفهم من كلامك بانه اوكي عندك ملاحظات بشكل عام لا تتفق فيها مع اختيارات المدرب، بغي نفهم منك او ناخذ تعليقك اكثر على اللي جاوا، شنو رايك فيهم اللي تم استدعائهم، ولا اللي ما جاوش ايضا وتم اسقاطهم من اللائحه باسماء قدم. معي صلاح الدين نابغه للتعليق على لائحه المنتخب المغربي. مرحبا بك من جديد سي صلاح الدين نابغه. خلينا نقدم اللائحه ومن بعد ناخذ تعليقك على الاسماء اللي حاضره، من بعد ناخذ تعليقك على الاسماء اللي ما حضراتش او اللي اسقطها وليد بكباكي من لائحه المنتخب المغربي. في حراسه المرمى ينادي وليد بكباكي على ياسين بونوم، منيب المحمدي والمهدي بن عبيد. في الدفاع نايف اجبد، محمد الشيبي، عبد الكبير ابقار، اشرف حكيمي، يوسف الخديم، يحيى عطيه الله، اشرف داري، وشادي رياض. وسط الميدان يوسفيان امرابط، بلال الخنوس، اسامه العزوزي، ابراهيم دياز، عز الدين اناحي، وامير ريتشاردسون. في الهجوم حكيم زياش، الياس بن صغير، ايوب الكعبي، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، امين عدلي، والياس خوماش. صلاح الدين نابغه، هذه الاختيارات التقنيه للمدرب وليد بكباكي والاسماء الحاضره، واش ممكن نقولوا وليد بكباكي عيط على احسن ما ممكن عنده اليوم كاختيارات تقنيه ولا لاعبين، ولا علامات الاستفهام في رايك ممكن تطرح على هذه الاختيارات وهذه اللائحه؟ هو كما قلت لك ماشي ما نقدرش نقولوا احسن، لكن لان بزاف اللعابه في هذه المرحله دي ما كيلعبوش فراقهم. يعني الا خديتي غنايف اجرد عمره ما مر شي مرحله صعيبه بحال هذه. غتشوف عطيه الله اخر فريق في روسيا انتقال غير مفهوم ما كيلعبش. يعني كما قلت لك العنصر الايجابي واللي كانوا كيتسناو المغاربه كامل، واللي صراحه كانت بلاصتو كاينه، كان كنقصنا داك ليليمون كرياتيف المبدع اللي قطع ديك اللمسه الاخيره. ابراهيم دياز كنشوفو انه خدا لاعب شاف ريال مدريد وشنو اللي كيقدم مني بدا كيدخل، هادشي ما يختلف عليه حتى شي واحد. ولكن انا المهم عندي كثر من الاختيارات هو المنطق اللي كيخدم به وليد بكباكي، لان هو اللي كيخلينا نربحو وكنا نخسرو، هو اللي خلانا اننا كنا في منظومه النجاح في كاس العالم ودخلنا لمنظومه الشك في كاس افريقيا. يعني ما بقيتيش كتفهم المعايير باش كي باش كي باش كي باش كيدير. انا دول اساسي بالنسبه ليا، يعني وسورتو القدر نركز لك على لاعب واحد اللي هو حارث، والوبوزي ديالو هو اللي راح. انا غنرجع اللي ما جاوش، انا بغيت هادو اللي حاضرين اليوم مثلا لو خدينا رحيمي، واش فرض نفسه ولا وليد بكباكي استسلم للضغط الاعلامي المغربي وخارج حتى المغرب؟ عارف الا جيتي ترجع للهيستوريك ديال بكباكي راه كيف محمد الله دا الخاطر واحد لقيته دخلوا جوج ثلاثه الماتشات في ظروف اللي ماشي هي دائمه، ومن بعد استغنى عليه. رحيمي اوجوردي باش نكونوا منصفين، يعني راه كاين تالق في النادي كاين مزيان اكسترا، ولكن راه كان مراحل اللي جا فيها. مثلا ملي كتجيب شي لاعب تعطيه فرصه كامله ديالو، راه ماشي غتجيبو تدخلو ربع ساعه هنا وثلث ساعه هنا و20 دقيقه وحنا صافي درت لكم الخاطر شفتوه راه ماشي هو هذاك. لان اللاعب اولا كيف ما بغى يكون الا ما كانش في واحد المنظومه اللي كتخليه يفرض المؤهلات ديالو، راه ما يمكنش يتميز. دونك حنا الا كتامن بهذا اللعاب وكتامن بالمستوى ديالو سيرتو شنو تخط الهجوم، يعني كاين لعابه اللي هما مزيانين. لا ميم شوز بالنسبه لامين عدلي، ها هو امين عدلي الا جيتي تشوف امين عدلي المستوى ديالو كلشي كيتنبأ له بمستوى كبير، ولكن في كاس افريقيا ما كانش هو هذاك، ولكن هو باقي حاضر. يعني خصنا نتعاملوا بنفس الطريقه مع شي لعابه اللي كيبان التميز ديالو. دا نوت كوتي حتى رحيمي خاصو حتى هو يحاول يجتهد ويقلب على فريق باش يمشي باش اللي هو ماشي حتى العلاقه بالمنتخب، باش لان عنده الامكانيات. وما ملي كتسمع يخرج من العيل الاماراتي فوالا مدربين كبار كاين اللي شافوه سيرتو في هذا التعلق اللي كان، قال لك راه خصو عنده الامكانيات يلعب في مستوى اخر. وحنا شفنا مثلا مع اشرف داري، هو كان تطح اسهم ديالو بواحد الدرجه كبيره ملي مشى للدوري البلجيكي، خدا لاعب الشهر بدا كيرجع للتنافسيه، ها هو جاي يدق في الباب في المنتخب. دونك هذه المساله ديال الحاضرين ليميت الحمد لله حنا دوني دونزا دياز شنو ممكن يقدم؟ واش دياز زعما فعلا لاعب اللي غيقلب هويه المنتخب المغربي والشكل والاداء والطريقه واللعب وكل شيء، ولا حنا اليوم كنبالغوا كنعطيو اكثر من حجمه فقط لان اسمه لاعب في ريال مدريد؟ واسمح لي الا غتجيب دياز وتلعب ديك الطريقه اللي كتلعب بها 4-4-1 4-1-4-1 راه ما غايدير والو دياز. تبقى راجع اللور وتسنى دياز كيلعب في واحد المنظومه اللي فيها لا بوسيسيون دبا اللي فيها الكونتر لا بيت ترانزيسيون اكسيتيرا، وعنده لعابه القدام كيلعبوا برجليهم، ما غاديش تلعب مع النصيري
فهمتي اللي خصو يجي المسعر راه خصو تعطي عليه من جناب من سونتر اكسيتيرا، فهمت شنو بغيت نقول لك؟ دونك راه يعني هذه الاختيارات كتقول انه خصو يكونوا تغييرات في التاكتيك وفي طريقه اللعب. اون ريميزون كوز فوالا، اون ريميزون كوز طريقه اللعب، لان كل شيء، لان شنو اخنا لا دكراكي طريقه اللعب واحده ولات مفهومه ومكشوفه عند جميع الناس اللي كيلعبوا معاك، واللي كتعتمد بزاف على عنصر المرابط. وشفنا ان المرابط اوجوردي عنده مشاكل كبيره الفريق ديالو، راه في اخر ماتش هو اللي خسر الفريق مع سيتي. اونتر اوتر يعني ملي كتضغط عليه كيعطيهم الكره، ودي فوا هو على البوست ديالو مشات ليه الكره، راه كما دار املاح جنوب افريقيا اللي حيدناه دابا اكسيتا. دونك هاد المساله ديال قلت لك دابا انا اللي كيخلعني دابا من وليد الكراكي، هذيك الثقه اللي كانت كتعجبك هنا كيبان لك الشك وكيبان لك التعنت، لان غير في الاختيارات انا كيبان لك راه ما خداش الدرس اللي خصو ياخذو. ها هو زياش مثلا، زياش عز علينا كم كان زياش مصاب، يلا راجع في مصاب في مرحله شك مع الفريق. حنا المنتخب ما كنجيبوش باش نعطيو ثقه للاعب وعلى حساب حتى هذا اللاعب زياش حتى كان كيسوى، ولكن ها انت اوجوردي زياش راه فرقتو اصابه اللي جات من ذاك الماتش يونيتي اللي لعب فيه، الثوابت الثوابت ديال المنتخب اللي ما خاصكش تضحي بها واخا تكون مشاكل. هادشي غير خليني نسولك سي صالح الدين نبيغي على الناس اللي ما جاوش، اللعاب اللي ما كاينينش، واش لانه نفس النقطه مثلا نقول لك رومان سايس ما كاين ولا كان خاصو يجي، وربما كون جا سايس غيقولوا الناس غيقولوا وكون جا سايس غنقولوا عاوتاني لا علاش جاب سايس، ما عندوش تنافسيه ما كيلعبش صافي فان كارير بالنسبه ليه حتى مع المنتخب. هادو اللي ما كاينينش ابرزهم ربما سايس لانه العميد، امين حارث لانه فاش غاب على المونديال تكلمنا كمان وانه المنتخب غيوقف، ما عندناش حارث ما عندناش رقم 10 ديالنا، فاش رجع في كاس افريقيا كان احتفاء كبير انه رجع لنا حارث، اليوم كيسقط بهذه الطريقه من اللائحه رغم اداؤه اللي معقول جدا مع نادي مارسيليا. اكزاكتومون، لان هاد النقطه الحارث هي اللي كتبين بان وليد الكراكي باقي ما داش ديك لا غوميزون كوز في اختيارات اللاعبين. كيبان لك انه كيحاب وحدين على وحدين، فهمتيني؟ سورتو بالنسبه لساي سي بلوس سور بلون بروتوكولير سور بلون جيستيون، لان سور بلون سي امتداد العلاقه مع اللعابه اللي كيعطيوك وتالقوا باش تبقى القيمه المعنويه الكبيره ديالهم، فهمتيني؟ راه قلت لك انا كنتفكر بوصوفا بن عاطيه، كنتفكر بالدراري اللي جيل كبير وجيل اللي عطى كره زوينه وكيفاش خرج بواحد الطريقه بحال راه هما سبب بزاف الفشل. لا ميم شوز بالنسبه لغانم سايس، نتمنى انه يستدركها ويخليه يخرج بواحد الماتش كبير اللي يكون في المغرب والناس تصفق عليه اكسيتيرا، لان دور كبير معنوي عنده، لانه سيرتو سي لاعب بعقله، وكان كنظن بوتيتر ما كانش كتبان لي زيليمون اللي كانوا دايرين داك لو سيمون وسط المنتخب منه غانم سايس. اما بالنسبه لحارث، انا بالنسبه ليا علامه استفهام كبيره على تعامل وليد، لان شوف في اي طريقه ملي كيكون عندك مجموعه الا ما كانش العدل، لما كانش العدل كتفقد المجموعه احترام ديالها. حنا عرفنا بان وليد لعب بزاف هذيك اللحمه وداك الشيء، لانه كيشحد المعنويات وفوالا وحنا نضربوا على البلاد، وديك الفيديوهات راك شفنا داك الريبورتاج اللي كان اكسيتيرا اكسيتيرا، هذاك الشيء قلنا ديك المره فاش درنا في البرنامج داك الشيء عنده محدود، كتلعبوا 20 سيزون، كنت كنتمنى يكون بقى في البدايه الدوزيام سيزون واش كان يكونفيرمي. عقلتي في الفتح فاش كان واحد الوقيته ديك لا سيزون دو ترو كلشي هضر عليها، كان خصو لان هذاك الشيء كيتستنزف دغيا. باغ كونتخ الا كنتي كتمشي بواحد لا معايير واضحه لو ميور بيرفورمون فرقتو يلعب، انا اوجوردي عطيت الله ما كيلعبش اصاحبي الفرقه، وفي روسيا وفي اخر فريق اما دوك الناس ماشي جاوش هذا هما كيفهموش، يعني واش ما كاينش فرصه وجبتي لعاب ديال ريال مدريد ماتشات اميكال اكسيتيرا لعبوا مثلا عرير غوش وانت عندك اشكاليه في ذاك البوست اكسيتيرا. طيب هادشي خليني نسال على بعض الغيابات اللي كاينه واللي ما مفهوماش، الى اعتبرنا انه لا اللاعب الحميد الصباري ولا نصير مزراوي حتى سفيان بوفال هادو مصابين، فما عرفناش واش الاصابه هي اللي غيباتهم ولا واخا ما كانوش يكونوا مصابين ما غيعيطش لهم وليد الكراكي، ولكن اللي اكيد انه لاعبين غير مصابين ما عيطش لهم بحال رومان سايس العميد، امين حارث اللي كيلعب مزيان في مارسيليا دابا، يونس عبد الحميد اللي كان ممكن يكون اختيار مهم في الدفاع لانه راكم واحد خبره محترمه مع المنتخب، وتا فاش لعب في كاس افريقيا كان مزيان، ودابا عندنا الخروج ديال رومان سايس محتاجين شي واحد في الدفاع اللي يعول عليه، سليم املاح اللي ما كانش مزيان مع المنتخب ولا حتى مع فرقته دابا، ولكن عبد الصمد الزلزولي كان اختيار رئيسي بالنسبه لوليد الكراكي في كاس افريقيا ولعب به بشكل كبير، اليوم ما كاينش، وتيسو دالي اللي كان يراهن عليه انه ممكن يصنع الفارق في الهجوم في الاوقات اللي ما يمكنش او ما يكونش ملائم لنا لا النصيري ولا حتى الكعبي، فممكن يعطي هذيك الاضافه. هذه الاسماء اللي كتغيب في رايك سي صلاح الدين النابغه، واش
اكراهات تقنيه لانه خصك تجيب لعاب اخرين، ما يمكنش تعيط على كل شيء في الاخر، ولا غاب التوفيق والحكمه ربما على وليد ركراكي في نهايه المطاف. بغيتي زعما نعطيك الانطباع الحقيقي اللي عندي، كاين شويه ديال الحقره، كاين واحد الدرويش غادي نحقر عليه ما غاديش يهضر، فحال الكاس الزلزولي الكاتي سوداني ديك بحال هكا، كما كان واحد القتال الكعبي كيكون مزيان وكان الكعبي غنعاودو نعيطو ليه غادي يجي. انا شفت التريسون لان دابا اللائحه في 14، لان انا عبد الحميد فرقته قالت لي سي بون الله يعاون ما غاديش نشدو معاك، انا العمر ديالو السن ديالو اصلا باش دائما كانت مفهومه، واش هو كيقول لك انا باغي نبني فريق المستقبل وانت غادي فهمتيني غادي بلعاب اللي في المتقدم. انا قلت لك الفريق ديالو مالغري كو دوز معاهم بزاف على الرئيس وقال، ولكن الناس قلت لك دير الامور بحق وطريقه، قال احتراما ليك ولعائلتك راه ما غنجدوش معاك وغتكون السيزون الاخرانيه. اما الزلزولي وهذا كنظن كاين دي زاربيتراج، لان في 24 لعاب ما تعيطش لكل شيء، ولكن كيبان لك بانه كاين شي نوع ديال اللعابه اللي كيبان لي انه يقدر يورك عليهم وغيمشيو وغيعاودوا يرجعوا. بوفال لا ميم شوز، بوفال غنهضروا تخلي سيغ لا فان سيغ لو ديكلا بيتيت الزولي مازال معاك، اما املاح الكوب دي موند املاح، انا الصوره اللي شفناها ديال متكي على رجليه وعلى ركابيه باقيين يلاه لاعبين بريمير ميطون وهربات الكره تمارك البيت جنوب افريقيا، سي نيماج اللي غتبقى، وشكون اللي دار هادشي كامل؟ راه المدرب عنده مات بهذوك الخيارات، كانوا كيحط اللعابه في دو موفيز ديسبوزيسيون. انا اللي كنتسنى نشوف النقطه الاولى اللي كنت كنتمناها تكون بانه ديك لا غوميزون كوز ويكون شويه ديال لي كريتير ومعايير واضحه باش اي مغربي يتقبل من ناقشوش هادشي، يعني ما يمكنش عاود ثاني اون فوا المغاربه كاملين غالطين في لوكا د حارث، من غير الا كان داك الديتاي ديال ان الاخر قال عطيوني العشره، اي سا سي دي سوز كي جو جير، عطيني لبس العشره، وبما ان حارث كان لبس العشره تجنبا لازمه ولا شي حاجه بوتيت انه كان بوتيت راه كنعرفش، لان في كونفرنس دو بريس وهضر معاه في التليفون باش يخلي التونيل دياز ما بغاش، يقدر يكون هاد المسائل هادو فهمتيني. ولكن هاد المسائل اذا كنتي انت وليد ركراكي وكنتي معروف بانك كتجيري الازمات، يعني راه بدا الحد داك السقف ديال البلافون دو فيغ لا جيستيون ديال الفيستير ديالو، لانه ما قدرتيش تجيري فيستير ديال جوج لعابه بحال هكا اللي هما بجوج مهمين في المنتخب، يعني حتى هاد القضيه هادي كتبين لك ان بوتيت داك الكريدي اللي كان عنده بدا كيسالي. انا كنظن نقطه اخيره سي صلاح الدين نبيغا، واش هاد اللائحه هاد اللاعبين هاد التشكيل اللي اختاروا وليد ركراكي كيرجع الثقه للمنتخب المغربي وكيعطينا امل في اننا نشوفوا منتخب تنافسي ممكن يمشي لكاس افريقيا ويربح اللقب وممكن يتاهل لكاس العالم 2026 ويمشي بعيد في المسابقه؟ شوف كريم، احنا قلت لك عندنا لاعبين الحمد لله كبار، احنا كناقشوا دابا غير المنطق، اما هادو كلهم اللي يقضي بارابور مع منتخبات اخرى، لا خلينا اننا نوصلوا للقدام هو ان وليد ركراكي خاصو كما قلت لك يتجاوز واحد الخطط كانت عنده اللي صدقات في كوب دي موند ضد فرق كبيره وكان كيلعب بها في الوداد، ولكن راه خاص الواحد يتعلم ان كل ماتش عنده معطيات ديالو وخاصو يحاول كما قلت لك، حتى الا جبتي شي لعابه راه خاصك تجيبهم وتعطيهم اولا الفرصه وتعطيهم منظومه فين يلعبوا بني يكونوا مزيان. انا دياز مع ديك 4-1-4 ما خداماش، باش نكونوا واضحين فهمتيني، النصيري ما عندكش اللي غيسونطري لك الكواري من جناب مزيان ما خداماش، سا سي دي زيفيدونس اللي حنا ماشي حتى في المستوى باش نناقشوها تقنيا مع وليد، ولكن راه كيبان لك بان فرقه خص يكون عندها بليزيور كري جو على حساب لو كونتكست ومع من اللاعب، وانت كاس افريقيا في المغرب ونقولك هاد الحاجه، يعني خاصك تبين وجه اخر اللي خصها تكون فيه شويه البوسيسيون الكره شويه اللعب شويه الكره كدور وعندك لي زيليمون باش تلعب هادشي كامل عندك فهمتيني. ماتنو اللي خاصو من الماتشات الاولانيه كنت عارف كومون سا مارش في المغرب من هاد لي برومي ماتش هادو، خاصو غابيدمون يعطي دي سينو باش 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 يعطي الثقه للناس ويسترجع ديك الثقه اللي كانت عنده، اما الا بقى في هاد التخبط وانا جاب لي الله باقي تالف، انا قلت لك لان القائس بحال داكشي اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت معاك دار العكس ديالو، ضحى بامزين هذه وحده، ثانيا باقي شي اختيارات ما مفهومينش، ثالثا اللي باقي ما غنشوفوهاش هي طريقه اللاعب اللي خصها تبان في هذه الماتشات اميكو. الى وليد بين لينا بانه انا قلت لك هذه الدروس الى ما استفدتش منها، لان كيبقى الاساس راه هما اللعابه واللعابه وكيفاش حطيتيهم، اما المنتخب عنده امكانيات ماشي غير باش ينتظروا على اي حل المباريات اللي جايه باش نشوفوا كيفاش غيذهب المنتخب المغربي. كنذكر اللي غادي يلعب في 22 مارس مع منتخب انغولا مباراه وديه، وغيستقبل من بعدها في 26 مارس نهار الثلاث منتخب موريتانيا مباراه وديه ثانيه قبل ما يلعب اول مباراه في التصفيات ديالو اللي غتكون في يونيو المقبل، مباراه امام منتخب زامبيا و ديشن مشوارو نحو التأهل لكأس العالم. صلاح الدين نبيغة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي لكرة القدم.